قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله على ختم القرآن، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي من علينا بختم القرآن، الحمد لله الذي لا تحصى نعمه، الحمد لله لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى، لك الحمد على كل حال يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضى به عنا. اللهم اكسنا به الحلل، اللهم ارفعنا به الدرجات، اللهم ارفعنا به أعلى المقامات، اللهم به كفر عنا ذنوبنا، اللهم زد في حسناتنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم توجهم تاج الوقار بالقرآن، اللهم أضئ قبورهم، اللهم أضئ قبورهم، اللهم اجعل قبورهم طريقا إلى اللهم اجعل قبورهم طريقا إلى الجنان، ولا تجعلها إلى النيران يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا غفار. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.